جمل بالماضي يستفيد من دروس الماضي، وخبرة وليد صاد تصنع الفارق وتظهر للعلن بعدما تم برمجة تربص تحضيري لكان كوديفوار للخضور في طوغو، والذي سينطلق في الفاتح من شهر جانفي إلى غاية العاشر من ذات الشهر. الكوتش بالماضي والذي تدارك أخطاءه السابقة في التحضير لكأس أمم إفريقيا في مناخ وأجواء ليست مشابهة بالظروف الإفريقية، حنكة وفطنة رئيس الفاف وليد صاد الذي سارع في ضبط كل الأمور الخاصة بتربص الخضار، وهذا من خلال استغلال علاقته مع الاتحادات الإفريقية، وقام ببرمجة مباراتين وديتين أمام الطوغو والبوراندية. المسؤول الفني الأول عن المنتخب الجزائري جمال بلماضي، والذي سيستفيد من حضور كل اللاعبين وعدم تكرار سيناريو الغيابات بعد قراره الانطلاق مباشرة من الجزائر نحو تربص الطوغو. الخضور والذين كانوا آخر منتخب يصل إلى كان الكاميرون سيكونون هذه المرة من بين الأوائل الذين سيحطون الرحال بكوديفوار، كما تم وضعهم في أحسن فندقين بعيدا عن العقلية الإفريقية التي ستحتضن المنتخبات الإفريقية المشاركة. إذن كل الظروف اللازمة متوفرة، وتم تسخير إمكانية ضخمة وفق برنامج مسطر ومضبوط في أعلى مستوى، وهذا من أجل حماية المنتخب ووضعه في مناخ ملائم يساعده على التألق في الكوديفوار، ولما لا العودة بالنجمة الثالثة. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.